كتواجدوا دائما بجيري شحال وصل الثمن اليوم؟ الثمن اخويا 15 14 و 14 الثمن ديال البيع. ممكن تعرف تقول لنا شي حبات عصرنا الخضراء وعصرنا البرقوقيه نشوف كيفاش داير؟ واحد ثلاثه الحبات عزلهم. هذه كحله هانتوما ليدام. حاول تعصرنا شي وحده اخرى. هي هذه برقوقيه ليدام كاين. شوفنا شي وحده خضراء. انتم اللهم بارك. الزيتون غبالي فيه ليدام، زيتون مليح تبارك الله كيجمع ما بين الخضر البرقوقي والكحل. قلتي شحال الثمن ديالو هذا البيع دابا؟ ب 14 و 15. جربتوه في الطحين؟ خويا الطحين كاين من 14 ل 18. 14 حتى ل 18، من 14 درهم حتى ل 18 درهم حسب المنطقة. الزيتون هذا شحال وصل الثمن ديالو؟ الثمن بحال بحال الاخر حتى هو. شحال؟ بحال بحال في الثمن. ممكن تحصل لي عفاك شي حبة؟ انتوما عاود لي شي حبه اخرى. انتم اللهم بارك. ليدام كاين. شوف لي شي حبه اخرى عاوتاني. هذا بوري ولا ديال السقا؟ هذا بوري، هذا ماشي سخون. زيتون مليح تبارك الله، واخا خليني زيتون مليح تبارك الله. انتم اللهم بارك. زيتون مليح. هذا بوري، وريني ديال السقا عافاك نشوف. هو السقا هذا ديال السقا، عافاك جرب لي شي حبات منه. هذا ديال السقا نحاولو نجربو. جرب لي واحد ثلاثة الحبات. شتي راه باين سخو. شتي جارية هذا فيه فيه البركة. هادي شوني واخا زرون ماشي ناقصة فيه، ولكن فكر فيه الزيت. هادي كاليتي ديال الزيت اللي بغا ياكل الزيت مزيان. شحال وصل الثمن ديال هذا؟ بحال بحال في الثمن، كلشي الثمن واحد. ثمن واحد؟ ثمن واحد. خلي الرقم ديالك ديال التليفون. رقم التليفون 06 82 97 17 46. المحرم معروف قدام الطاحون ديال الدبار. هانتوما المحل ديالو راه معروف اون فاس الطاحونه ديال الدبار. وبقاو معنا مازال غادي نتعرفوا على الاثمنه ديال باقي انواع الزيتون والزيت. هذا البيتو ديال الزيت، البيتو ديال الزيتون شحال داير هذا؟ هذا ديال 60 درهم. 60 درهم شحال فيه تقريبا هذا من الكيلو؟ 3 كيلو. 3 كيلو. كنديو فيه شي 100 ريال وصافي، زعما غير ديكور وصافي. وهاد الزيت شحال وصل الثمن ديالو؟ 95 درهم. الزيت 95 درهم. شي حاجة كاليتي. واللي بغى شي حاجة ويدي منها الكثرة؟ نصابو معاه في الثمن ماشي مشكل. داكشي وخا الثمن والطاحونة، عرفتي بغى شي حاجة نطحنها له ونوجدها له قدامه كاع باش يبيع. المهم مرة أخرى غنخلي لكم الرقم الهاتفي اللي بغى شي حاجه يتواصل معاه على الرقم الهاتفي 06 82 97 17 46. راه معروف هذا الشاب هذا، تعاونوا مع هذا الشاب هذا، راه معروف جيري. والمحل خلاص راه قال لكم مره اخرى نعاودوا نوريكم المحل، راه اونفاس معصرات الدبار. وانتم اللهم بارك الخيرات ديال الزيتون، راه عندهم كميه كبيره. اللي بغى شي حاجه وبغى ياخذ الزيتون يطحنوا ما غيخسر والو، غادي يجي يعبر جوج خلفات وها المعصره قدامه. وماشي غير بالضبط، ها المعصره الاولى وها المعصره الثانيه، كلشي بحال بحال. جوج معصرات اللي شرا له اختيار، اما يطحن عند الدبار ولا يطحن عند معصرات الباشا. نحاول نوريكم المحل اللي جاي من الطريق ديال سبت جحجوح، اللي جاي من الطريق ديال سبت جحجوح. ها المحل، واللي جاي من جيري ها المحل. هذا زيتون اللهم بارك ديال عصر الزيت، شحال وصل هاد الخير هذا؟ خويا 310 320 ما بين 15 درهم ونص حتى 16 درهم. نعم. هذا الزيتون ديال العصير فيه الخضر. جرب ليها فيك شي حبات الخضر باش كتعرف الزيت واش كاينه في الزيتون. كتقطرها بحال هكا في يديك وكتميلها. إلا كانت كتهبط جارية بحال بحال الماء راه عارف هذيك ما فيهاش الزيت بزاف. هذه معلومة. إلا كانت كتهبط خاترة ثقيلة زعما في البيض ديالها كتعطي الزيت. عاود الأخرى لمعلوماتكم دابا هذه، هضر لي على هذه عاوتاني. هذه بحال الأولى. بحال الأولى. ثقيلة. هاك وكذا. كيقولوا لها حبة الريح، هذه تحيد منها المرجان بقات فيها غير الزيت. هذه حبة الريح كطيح في الأول ديال الزيتون، كطيب الحبة كتشبع الطياب وكطيح. انت الا لاحظتي معايا هنايا ما كاينش المرجان، حس المرجان كاع ما كتقطرش غير الزيت. غير الزيت. انت دابا هي خرجت الشمس تبان لك كتبري. واه واه. دابا هاد الزيتون شحال وصل الثمن ديالو؟ هاد الزيتون 15 درهم. 15 درهم. 15 درهم.
15 درهم. مجربين في الطحين هذا؟ مجربين في الطحين. شحال كيعطي تقريبا؟ كل واحد شنو كيعطي؟ المهم من 16 حتى 18. 16 حتى 18. مثلا هاد السوق هذا اللي داز شرينا السلعه من الفلاح اللي كيجيبوها للسوق الحمد لله عطاش 20 في الماكينه. حتى هذا زيتون؟ حتى هذا زيتون. شحال وصل الثمن ديال هذا؟ حتى هذا بحال هذاك بحال هذا بحال واحد. نعم. وبقاو معنا غادي نتعرفوا على اثمنه انواع الزيتون ان شاء الله في المرحله. هذا الزيتون؟ هذا الزيتون الكحل ديال الماكله ديال الماكله. هذا ديال الطرقان. شحال وصل الثمن ديالو؟ 20 درهم. 20 درهم فاش كيطيح من الشجره بحال هكا كنزيدو الحبه حبه على 20 درهم الكيلو. وهذا الزيتون المرقد بالماء شحال كيدير البيدو؟ هذا 70 درهم البيدو. 70 درهم البيدو. شحال كيكون فيه البيدو تقريبا؟ تقريبا كتكون فيه ديك 3 كيلو 300 غرام 400 300 غرام. وغادي نوصلوا للزيت. الزيت شحال وصل الثمن ديالها؟ الزيت 100 درهم. 100 درهم 100 درهم اخويا 100 درهم. المهم اللي بغى شي حاجه نخلي لكم الرقم ديال التليفون. شحال التليفون ديالك؟ غنعطيك اللي بغى شي حاجه ها هي لاكارت فيزيت الرقم الهاتفي 0614 40 86 53 اللي خصو شي حاجه ديال الزيتون الزيت والزيتون ديال المائده يجي الجيري السونتر ديال الجيري. انا نحاول نوريكم المحل اللي جا من مكناس وصل الجيري ها هو المحل. واللي جا من طريق سبت جحجوح ها هو المحل. اليوم الرحله بديناها من مكناس الجيري مشينا وتسارينا في سوق الزيت والزيتون. شحال وصل اخويا عزيز دابا اليوم الزيت؟ تبارك الله هادي 100 درهم وهي هابطه حتى 90 درهم. كاينه 100 95 90 والزيتون ديال العصير كاين ما بين 15 حتى 16 درهم حسب جودة الزيتون. والزيتون ديال المائدة يعني الزيتون الخضر المشقوق اللي بغى يديرو مشقوق 17 درهم ونص 17 درهم ونص. والزيتون الكحل ديال الطرقاد 20 درهم. خلاص هنايا القنطار ما كيتجاوش حاليا على حسب التصريحات اللي سمعنا من الاخوان كيتجاوز 18 لتر. يعني نشرة ما غاديش يفوت 18 لتر في القنطار. وصرحوا لك شي بعض الاخوان قال لك يقدر الزيت تزيد طاح. وصرحوا لنا بعض الاخوان قالوا لنا باش ما يزربوش الناس لان الزيتون غادي يطيح. راه الخير موجود غادي يطيح الثمن ديال الزيتون وغادي يطيح حتى الثمن ديال الزيت. هذه راه الناس اللي كيبيعوا ويشريوا في الزيتون عندهم درايه في هذا. عندهم درايه في هذا الخير موجود. راه غير السلعه مازال قليله الناس مازال ما حيدوش السلعه وكيوصيو باش ما يزربوش الناس في التحيات ديال الزيتون. ايوا هذه هي المعلومات اللي عندنا بخصوص الزيتون. الحمد لله رواها مولانا الكريم تبارك